هذا اللي احنا دابا كنتواجدوا في معرض اللي كيتوج نهايه ديال موسم تكويني 2013 2014، وهذه منتوجات ديال الرائدات اللي احنا ما كتعرضش للبيع. هادو منتوجات اللي كتعبر على امتحانات ديال الخريجات سنه ثانيه. اللي عندنا في المركز عندنا جوج ديال المستويات ديال التكوين، عندنا مستوى التأهيل المهني اللي فيه الحلقة والتجميل، فيه الفصالة والخياطة العصرية، فيه مربيات وفيه إعلاميات. هادو شعب ديال مستوى ديال التأهيل المهني. وعندنا شعب ديال الاستئناس المهني اللي هي شعب لكل فئات العمرية، من طبيعة الحال النساء، لأننا الخصوصية ديال مراكز ديال الشباب والرياضة هو أننا كنستقبلوا نساء وفتيات، كل هذا من أجل إدماجهم في سوق الشغل. وبالنسبة للشعب ديال الاستئناس المهني، كاين عندنا صنع حلويات، عندنا عود الحلاقة والتجميل، عندنا الطرز والفصالة التقليدية، وعندنا الحلاقة والتجميل.